وائل الفشني صاحب صوت، هو فعلا صوته مؤثر لدرجة مذهلة مذهلة مذهلة. ووائل عشان انا عارف وائل كويس، وائل صاحبي واخويا يعني، وائل ان بكى هو من جواه قلبه بيبكي، فيبكي وائل تأثرا بابتهال ديني كان بيقدمه أثناء الاحتفال في مولد النبوي وفي حضور فخامة الرئيس. الأول أرحب بيك، ازيك يا وائل؟ الله يخليك يا أستاذ، وحشني جدا. يا أخي وأنت أكتر والله العظيم. متشكر طبعا على التقديم الحلوة دي، طبعا متعود دايما منك على كلامك الحلو. لا لا أصل أنا والله بص، أنت راجل فعلا 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 قلبك طاهر وتنشد بإخلاص وتتحدث بإخلاص، أنت كل حاجة عندك بإخلاص شديد يا وائل، إخلاص شديد يعني، وده طول الوقت واصل لنا، فلما بكيت وأبكيتنا إحنا كمان بصراحة. الله يخلي حضرتك، أنا يعني هي حالة جت من عند ربنا يعني. لقيت نفسي يمكن يعني لما حسيت بالامانه، انا حسيت في وسط الله كل الناس اللي موجوده بتحب وائل الفشني، كل الناس اللي موجوده بتحب سيدنا النبي، بتحب كل أوي الناس الطيبه قوي. حسيت انا بقول لك بكلم يعني، انا اسف يعني لو تسمحوا لي ان انا أرجوك اتكلم بصراحه يعني، او اشرح احساسي بصراحه يعني. ارجوك اتفضل. فخرجت من حاله التركيز والرهبه ان انا قدام سياده الرئيس الى حاله خشوع مع الله يعني، وحسيت ان انا مغمض عيني كده شايف بقى قلبي حضرة سيدنا النبي. ما قدرتش امسك نفسي ولا اتملك نفسي من البكاء. عيطت مع الكلمات اللي بتتقال، ومع النغم، حتى النغم اللي ربنا بيشرفه لي في ودني عشان اقوله. فكانت حاله والله انا ما عارف غير ان هي بتاعت ربنا وحده وجل شأنه. ونعم بالله سبحانه وتعالى. وبعدين انت ربنا سبحانه وتعالى برضه صارف لك كتير من محبه الناس يا وائل، والله بكلمك بجد. الحمد لله، الله يخليك اصلا. وائل طب لو انا قول دي اهم حاجه في الدنيا. طبعا طبعا طبعا. وائل طب انا هقول لك، هطلب منك طلب يعني، عشان انت قلت جمله حلوه قوي. النغم اللي ربنا صارفه لي في ودني او في ذهني هو ده اللي بيخليني ادخل في الحاله دي. لو انا طلبت من صاحبي وائل يسمعني جزء او بالادق يعني، هتقل عليك نفس الجزء اللي ابكاك. طب طب والنبي طبعا الاتهام بتاع النهارده. حاضر طبعا. طيب يلا بينا، انا سكت اهو. وصرت وحوش المشارق إلى وحوش المغارب بالبشائر الوفية، وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بقدوم مصباح الظلام، بقدوم مصباح الظلام. ونادى لسان حال الكائنات جاءنا اليسر بعد الشدائد العسرية، جاءنا اليسر بعد الشدائد العسرية، وظهر إمام العدل صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بقدوم مصباح الظلام وبشائر الوفية، ونادى لسان الكائنات جاءنا اليسر جاءنا اليسر بعد الشدائد العسري، جاءنا اليسر بعد الشدائد العسري، وظهر صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
وصرت وحوش المشارق إلى وحوش المغارب بالبشائر الوفية وبشرت حيتان البحر باطوها. يا وائل مذهل بزيادة، الله أكبر ما شاء الله، ربنا يفتح عليك حقيقي. يعني إيه ده الشدائد العسرية؟ مين اللي كتب الكلام ده؟ هو ده منذ البرزنجي، يعني حاجة من التراث معروفة جدا. وأنا يمكن الدور بتاع وفي أول ليلة من ليالي حمله يمكن أنا قلته عند مع حضرتك معينة في البرنامج مرة قبل كده لما أنت استضفتني. فهو دور نفسه كان قايله مولانا الشيخ طه الفاشلي. الله أكبر، الله يرحمه. فأنا كنت دايما أقوله بالطريقة بتاعت مولانا الشيخ طه الفاشلي، فحسيت إن لا لازم إن إحنا نقول الدور ده بإحساسنا بقى تاني بقى، يعني أوي. لأن مولانا الشيخ طه الفاشلي قاله بإحساس، وإحنا مش هنبقى زي طه الفاشلي أبدا. فلازم إن برضو القصيدة دي يعني تتسجد في الوقت اللي إحنا فيه برضو بشكل آخر، يعني ده اللي أنا كنت حاسس إن أنا دايما لما بنشدها. يعني أصل هي الشدائد العسرية دي كلمة يعني يقول لك أصابت السواد، يعني ولا أصابت سواد القلب، حاجة الحمد لله. حاجة الحمد لله. حاجة الحمد لله. وقال أنت وحشني قد الدنيا، مش هتجيلنا إلا مرة والله بتكلم بجد. ما ما ما, ما تجيلنا مرة كده ونقعد ونستمتع بصوتك العظيم والدردشة الحلوة معاك. يا فندم ده انا شرف ليا والله وخدامينك. العفو 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 العفو، ده انت دايما على الراس يا وائل، ومش عارف اشكرك ازاي على روحك الحلوه. ودايما اقول كده ربنا يا رب يزيدك ويصرف لك كمان وكمان من محبه خلق الله جميعا. الف شكر يا وائل والله، تحياتي ليك. الف الف شكر ليك. يعني وائل منشد عالمي بالمناسبه، ده انا بكلمك بامانه عالمي يعني.